السلام عليكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج إصداء الشارع بدائرة جوازات الكاظمية لإصدار الجواز الإلكتروني. اليوم راح تكون حلقتنا بدائرة خدمية، نحن اليوم مع المواطن وحق المواطن علينا وعلى منتسبي وزارة الداخلية. شفنا اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي نشر بوست من قبل وزارة الداخلية أنه قالوا خلال سنة 2024 راح يعتمدون الجواز الإلكتروني. هل يا ترى أنه الجواز الورقي الجواز القديم راح يتلف؟ لو لا، لو يبقى مستمر أنه خلي يكون هذا يعني إسناد إليه اللي هو الجواز الإلكتروني. تفاصيل أكثر راح نعرفها من السيد العميد جاسم فرج. حياك الله والسلام عليكم. برنامجنا برنامج إصداء الشارع عبر قناة سابرة الفضائية. أهلا وسهلا ومرحبا بقناتنا وقناة الجمهور العراقي. القناة يعني صراحة القناة اللي إسناد هي للمواطن ومرافقة للمواطن في كل الميادين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الله يبارك فيك سيدي العزيز. سيدي العزيز، بعد التحديثات اللي صارت وشفنا انتشر بوست عبر موقع رسمي لوزارة الداخلية انه حيكون الاعتماد رسمي سنة 2024 هو الجواز الالكتروني، هل الجواز الورقي راح يتلف لو يكون اسناد للجواز الالكتروني؟ لا طبعا الجواز ذاك ما راح يتلف. ليش يتلف؟ يعني هو صار المفعول. نعم، بس احنا دائما من يجي تحديد جواز، يعني قبل كان الجي والاي يكون مكمل الى هذا، يعني دائما بتحديث الجوازات. هسه مثلا ان يصير جواز افضل يجي من هذا. نعم، ويعني مراجعنا الكرام يرتئون يشترون شراء جواز افضل من هذا الجواز. هذا يبقى مستمر الى ان تنتهي الفتره مالته اللي محدده اللي هي 8 سنوات. 8 سنوات؟ اي ما ورا 8 سنوات مثلا تقدر تستبدله. بالنسبة العفو طبعا طريقة الاستبدال يعني سنة فما دون تقدر تنزله، يعني فوق سنة ما يصير يستبدل. أنت عندك فترة المواطن سنة لإبدال الجواز. خاف مثلا مواطن عنده مثلا عنده إقامة في إحدى من الدول يعني خارج العراق وإقامته مثلا تطول وما يريد أو ما يقدر يرجع للبلد هنا مثلا بهاي الفترة، يقدر أنه بهاي السنة عنده سنة يقدر بهاي يستبدل الجواز ماله، يستفاد من الفترة ذيك حتى لا يضر رايح جاي مثلا إذا ما عنده، وإذا عنده مجال أهلا وسهلا ببلده. أي وقت أعلى فئة بالجواز شنية؟ والله إحنا قاعد نشتغل بالجواز الإلكتروني اللي أحدث شيء هو هذا هسه اللي قاعد إحنا نشتغل به. هاي أحدث فئة. إيه أحدث فئة. اعتمد دوليا الحمد لله وشكر، يعني ابو وزاره الخارجيه كتب بي الكافة دول العالم ومعتمد جواز اصلا محترم ونقل البلد الى نقله يعني كلش يعني صار كلش يعني ممتاز يعني جيد. زين سيدي، اكو فت قضيه وشفناها بعد الحلقات اللي نشرناها احنا ببرنامجنا جينا للدوائر الخدميه، قالوا انه الوصل اللي يدفع هو 91 او 92 الف ماستر كارد. اجي للدائره اجي اروح اخذ ادفع 92 او 91، يقول هم اروح اني اعطي ياخذون من عندي 100 الف. شنو الاسباب؟ اريد اعرفها بصراحه. والله احنا هم نريد ننوه من خلال قناتكم يعني الفضائيه المحترمه، المواطن يعني نوبات يكون عنده يعني جهل بالقانون يعني بالتعامل بالكذا. انت داخل دائره يعني ارتئوا انه يكون الدفع داخل الدائره حتى تكون مسيطر عليها. نعم، المواطن يروح للاكشاك. الاكشاك يعني صراحه هي اكشاك متبعثره هنا وهناك، وهذا ابو الكشك يقدر يشتري ماستر كارد من اي مصرف ويبيعه ميتة. احنا هنا عندنا 91 نهائيا، غير 91 ما يصير، لو 91 ونص مستحيل ابد. هسه اذا تروح انت هسه راح ننتقل هناك. نعم، او بدون حتى بدون كاميرات نلتقي. نعم، اروح هيك انت اوقف انت بملابسك راح تشوف انه ابو الشركه الولد اللي موجود هناك ياخذ من عندك المبلغ 91 الف دينار. نعم، يعني لو يبقى 1000 دينار يقول لك روح وارجع تاخذ ال1000 دينار. تاخذ ال1000
اي ما البر ذولك شاك يعني ما مسيطرين عليهم صراحه لانهم ما عايدين لنا. احنا بالنسبه لنا يعني انا اول ما اجيت للدائره راسا كتبت اكشاك لازم تبعد 200 متر حسب توجيه وزاره الداخليه ومراجعنا يعني بعد الاجراءات هي يعني انه نكون تكون بعيده بس هي حتى لو بعيده هم يشترون مواطنين اكو مثلا يعني احنا نتمنى ان المواطنين يتوعون اكثر ومن خلال قناتكم شراء بالنسبه لشراء البطاقة الإلكترونية في داخل الدوائر. أخوان لا تشتري من برا، برا صحيح يبيعوا لك يا بمئة ألف بس إحنا داخل الدائرة بواحد وتسعين ألف. نعم زين، إيش قد يستغرق الجواز الإلكتروني؟ والله يعني ما يعني جواز الإلكتروني بعد يعني هو أنت عندك رقم، هسه راح ننتقل للقاعة. نعم. رقم بس نوبات تصير توقفات بالنظام، تعرف اتصالات يعني مو من يمن انترنت انترنت كذا، تعرف نوبات انت موبايلك بجيبك يوقف، يعني كل دول العالم هاي موجوده. أكيد. يعني يصير في التاخير ساعه هيك مو اكثر، بس الجواز يعني 20 دقيقه جواز لازم ماخذه اقل من 20 ترى. اي يعني انا قلت لك 20 دقيقه يعني كل شوي انطيتك رقم اذا يكون خلل توقف ولا ماكو. يعني هو هسه انت راح هسه ننتقل للقاعه راح يصيح اسم راح تشوف يدقق الجو يدقق يم الضابط يدقق اي حول للقطع من القطع يتحول للطباعه. العمليه هاي كلها مطول ربع ساعه يعني. تفضل. اهلا وسهلا بكم. تفضل سيدي. هسه احنا راح نطوب للقاعه واحنا مر نسال المواطنين اذا اكو مشكله اذا اكو شيء. بيك البركه لا تفضل سيدي. تفضل. اهلا وسهلا. احنا هنا هسه راح ندخل للقاعه، خلينا نطلع برا. احنا نبدي برا اول شيء، اريد اشوف الناس. احنا نريد نحكي ويا الناس اهم شيء. حق الناس علينا. طبعا مشاهدينا الكرام احنا دائرة جوازات الكاظمية لإصدار الجواز الإلكتروني. طبعا المشكلة هنا اكو ناس قاموا يقولون انه ياخذون من عندنا المئة ألف. وضحها السيد العميد قال لا، هاي الأكشاك البرة وكتب بها طلب ووصلت زين انه يبتعدون 200 متر من الدائرة حتى ما يطاقونها. فنحن نتمنى من المواطنين انه يعرفون انه هنا الوصل للدفعة اللي هو 91 او 92 سيدي؟ لا 91 الف هذا الدفع الالكتروني عندنا. انا هو الدفع الالكتروني 91 الف، يعني اذا بقت 1000 دينار تجي هنا تاخذها ال 1000 دينار. زين الناس انتم من قاعد تكتبون، انت شوف برا ايش قد ياخذون 100 ألف، طب جوا شوف ايش قد ياخذون. انتم قاعدين احنا حنرجع ونكرر ونقول، اظل تشتم الموظفين المنتسبين اللي تابعين لوزاره الداخليه. كان الجواز قبل انت تستلمه بكم يوم، بكم يوم هسه قاعد تستلمه مثل ما قال بالميت، ويقول هاي هوايه 20 دقيقه، هو 10 دقائق تستلمه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. الله يحفظك. تمين انا من العامرين. من العامرين. اي نعم. ايش قد استغرق وقت الجواز مالتك؟ بس قطع انا على مود المبلغ تسال. اي اعرف انا لا على تعيين. ايش قد استغرق الوقت مالتك؟ والله صار لي تقريبا اكثر من نص ساعه، اقل من نص ساعه. اقل من نص ساعه؟ اي نعم. بما كملت الاجراءات، بما انتظرت، بما وصلت. اي نعم. كل نص ساعه من طبيت الدائره لهسه صار لي نص ساعه تقريبا. ايش قد يلا استلمت الجواز؟ ما بعدني هسه راح اطلع استلم الجواز، هسه راح اروح للحجز. دفعت 100 ورجعوا لي 2000. قال لك ما ترجع لهذا؟ ارجع. اي نعم. قال لي ارجع لي من الحاسب. ارجعك 7000. اي نعم. ارجع لك الباب. اي نعم. يعني هسه اعطاك هذني. اي. وقال لك ما ترجع لي؟ الكارت. اي نعم. الكارت يعطيك الباب. بالضبط. اذا ما اعطاك الباب تجي على السيد. اكيد. اكيد. الله يحفظك. الله يحفظك. حبيبي. عيوني. الله يحفظك. سيدي خلينا نشوف هنا. حجينا شلونك؟ نشوف الحجي. ليش واقف حجي؟ ليش تعال واقف هنا؟ كان لا المعاملة طيبة. ايه؟ حجزنا البارحة على الثنتين. ايه؟ وجينا للحجية وديها العمه المريضة. عدها العافية. هسه إن شاء الله دن تاني طيناهم بالاستعلامات. ايه؟ ويقال نصيح بس ماكو، يمكن المعاملة ساعة هيك ما تعطل، والمكان موجود والأخلاق طيبة مال جوازات وشوادم. بس حجي نوه لك على فالشغلة، يعني أتمنى تفتهموها أنتم المواطنين، لا حد يشتري الفيزا كارت من خارج الدائرة. فيزا كارت شنو؟ اللي هو الدفع، ما الدفع الإلكتروني، الفلوس، الرسوم. لا لا هاي هنا كلها ندفعها بالدائرة. هاي الدائرة برا بـ100 ألف، هنا بـ91 ألف. إيه برا مال مالنا شالة.
اي ما لنا علاقه. هذا رايك. إيه انا بالنسبه لي هنا جوا يدورون فائده، الحكومه تاخذ الرسمي الاعتيادي ندفع بالرسمي 91,000 دينار وانتهت. على ود ادفع 100 120 او 100 بيك البركه يعزك اسلوبهم. ماكو تاخير، امور زينه ماشي. اشكرك ان شاء الله، نتمنى لهم الموفقيه وبارك الله بهم ان شاء الله امورهم انتهت. سيدي احنا ندخل للقاعه. القاعه هي هنا اللي هو حتبدي الاجراءات، حاسبه المدير. يلا تفضل يا ابو سيدي. هسه احنا دخلنا للقاعه. هنا الناس اللي قاعد تنتظر حتى تملي المعلومات. اي نبدي باول شيء. هو اول اجراء المواطن من يجي برا، اول ما يجي يدخل مباشره للدائره. نعم. عندنا حاسبتين، حاسبه مال الاستعلام مال الحجز الالكتروني، الحاسبه الثانيه مال التدقيق الامني. يعني ابو التدقيق، ابو التدقيق مالتنا، ابو الحاسبه مال تدقيق الحجز الالكتروني يحولها لابو التدقيق الامني. من يكمل ينطي المواطن مباشره يجي يقعد بالقاعه. نعم. هاي الشاشات اللي امامك هي مال الحجز الالكتروني. هسه عندنا واصل تقريبا 247 بالضبط، مو تقريبا 247. نعم. هو اصلا الجهاز راح ينادي يقول 207، هسه 247 يتوجه الى نافذه رقم 9. نافذه رقم 9 هذه يم السيد النقيب. 247 لو 241، 247 هذه قدامنا، هاي 02747 اللي اي هاي اي صفر. لا لا هاي صفر، وقدامه الارقام منها يعني لوحه توضيحيه اللي مثلا خاف رجل كبير ما يسمع مثلا كذا. نعم. فهاي لوحه يعني يشوف الرقم ماله، اذا ما يقدر ضباط دائما الود يفترون على الناس، انا مبلغهم ناس اكو كبار تعرف يعني ما يقرا وما يكتب كذا، يفترون عليهم يقولوا لهم منو مثلا ما يعرف رقمك كذا، شوفون ارقامه ونقول له ترى رقمك مثلا بعد 10 دقائق تسمع رقمك، رقمك كذا وكذا. من يسأل ابو الجهاز، من يقول الجهاز الرقم مثلا 247 يقول لك توجه تعال علي انا اقول لك هاي النافذه مالتك. فارشادات توضيحيه موجوده. ذوي الاحتياجات الخاصه عندنا رقم 6، هي رقم 6 لذوي احتياجات الخاصه. احتياجات الخاصه مبلغين احنا رقم 6 يستلم الحالات الانسانيه، المعوقين، ذوي الشهداء، زين اللي موجودين عندنا. السيد هسه هنا أنا هي اي اي ذوي احتياجات الخاصه. اي زين هذا شوف ما احنا خاف. هسه نبي نسال الملازم شنو الاجراءات هنا. الملازم وصل. السلام عليكم ملازم، وصل شلونك؟ انا قلت ادخل يمك. السلام عليكم الفضائيه عشان تصل زين. عن عفش ملازم رسل بما تكمل جاك نكمل هناك. زين نجي موظف رائد. السلام عليكم، شلون صحة؟ شو اخبارك حجينا؟ شلونك؟ الله يخليك سلمك. شلونك حجي؟ حجينا هنا هنا. الله يخليك. الله يخليك. شو اخبارك؟ الله يخليك. شلون هالاجراءات؟ ممتازه جيده جدا، نظام مرتب جدا ممتاز. جدا ممتاز بالوقت. بالوقت. نعم. بالوقت ما تاخرت؟ لا لا ما تاخرت. ايش قد تاخرت تقريبا؟ يعني حسب الموجود. ايش قد طولت؟ فساعة ساعة ونص مو اكثر. قاعة مكيفة؟ مكيفة الحمد لله. زين المستمسكات جايبها اصلية كلها لو مستنسخة؟ كلها لا كلها جايبها اصلية. ليش جبت الاصلية؟ لا هي المطلوب الاصلية. مطلوب الاصلية. ليش مطلوب الاصلية؟ ليش مو مستنسخ؟ والله ما اعرف ليش الاجراءات هذه. ليش مطلوب؟ انت برايك من جيت ما عرفت ليش الاصلية؟ والله بالتاكيد ثبوتيه، مستمسكات ثبوتيه، لازم اصليه. ها لازم اصليه. لازم اصليه لان الجهاز هنا يرفض اي شيء مستمسك. اي شيء مستمسك فلازم الثبوتات الاصليه. الاصليه بيك البركه. الله يخليك وسلم سلامتك. الله يخليك. الله. شكرا جزيلا. شكرا تعال. شكرا جزيلا. حياك الله. سيد العزيز انه هنا لازم الاصلي. اي طبعا ضروري، الاستنساخ ما يعتمد عليه باي مكان يعني. اي أجهزة مالتنا كلها حديثة ومتطورة. نعم. فلازم يعني مستمسكات أصلية. زين بها قارئ بطاقة أصلا، يعني يشوفون قارئ البطاقة، البطاقة تطلع معلومات مال البطاقة يمنع. خير إن شاء الله. هسه نتحدث ويا الناس. على راحتكم. حجينا شلونك؟ الحمد
شلون صحتك؟ الحمد لله. شخبارك؟ والله بخير. عساك بخير. اشكرك. صار لك ايش قد هنا تقريبا خو ما تاخرت؟ لا 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 شيء منتظم ومرتب والحمد لله. زين. رقم اخذت تسلسل رقم ودا انتظر الموعد مالي. انت من وين؟ أنا من الإعلام بغداد من الإعلام. ها من حي الإعلام. أي نعم. من السيدية. من السيدية. من السيدية نعم. وجيت لهنا. وجيت لهنا. زين مو بعيدة عليك مش ما رحت. لا ما أنا رحت المنصور. إيه. قالوا على الأسبوع اللي يجي. إيه. فروح للكاظمية حجزت على الكاظمية من البارحة. من البارحة حجزت. على يوم 6 وجين يعني. وحدك لو أنت والعائلة. لا وحدي وحدي. وحدك. أي وحدي. سافر. أي والله عمري. مال عمره الروح يا رب تروح وترجع بالسلامه. اشكرك اشكرك ان شاء الله يكتب لك الحج الاكبر. الله يحفظك بارك الله فيك سلامتك. الله يحفظك. اشكرك اشكرك عمو. الله يحفظك حجينا. طبعا مشاهدينا الكرام احنا بعدنا مستمرين وياكم تشوفون. نوه للمشاهدين انه هاي الشاشات اللي موجوده راح تكون بيها ارقام كل شخص حيعرف رقمه. الاجراءات هنا حسب الضوابط واجراءات قانونيه مثل ما نقول. وأنوح على شغلة حتى المواطن هنا يعرفها أنه المستمسكات الثبوتية الأصلية وليس المستنسخة وليس المستنسخة لأن هنا أجهزة كلها حديثة فلازم تكون المستمسكات كلها الأصلية. وقال السيد مدير الدائرة اليوم ودي وضح لنا لكن احنا دائما نقول أول ما نروح نروح على ذوي الاحتياجات الخاصة لأن لهم الأولوية. خصصنا نافذة رقم 6 لذوي الاحتياجات الخاصة. احنا صراحة يعني اي وجبة من الوجبات تدخل مو بس يعني ذوي الاحتياجات الخاصة يعني عوائل الشهداء اكو ناس يعني مسنين كبار يعني نحاول نسحب من عندهم مستمسكاتهم ونمشيهم. السلام عليكم شلون الصحة شخبارك الله، الله يبارك. إنها الحاسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. حالات حسنا الحالات الإنسانية معوقين ذوي الشهداء كبار السن. زين سؤال اليوم اللي ما يقدر يجي ما يقدر يمشي إلا يجيبوه نقال. إيه. صح له ولا؟ هاي شنو الإجراء؟ الإجراء للعامة موافقة من هناك يطلعوا له محمولة البيت يصوروا. لازم من العامة. إيه من العامة استاذ الإجراء. موافقة حصر مدير. موافقة مدير الدائرة. لا مدير شؤون الجوازات عميد ماجد. موافقة. من عميد ماجد. عميد ماجد. عميد ماجد. من هناك موافقة خاصة يطلع على كادر محمولة إذا كان بالمستشفى أو بالبيت. زين. نفس الدفع. نفس الإجراءات نفس الرسوم. ما بي لا ما أي 91 مو أكثر. مو أكثر لا نفس الإجراءات. زين. شكرا لك. حبيب السادة أهلا وسهلا. الله يحفظك حبيب السادة. زين. سيدي هنا ما يصير اكو مثلا استثناء من عندك لو لازم من سيد عميد عميد ماجد بخصوص شنو استثناء؟ انه اللي ما يقدر يوصل للجواز. لا هاي المتنقله. متنقله اي هاي يعني حصرا بالعامه بالجوازات العامه. ما في استثناءات من عندكم؟ وهذا يعني لازم يكون انه مسيطر عليها هناك داخل العامه حتى لي لا تستغل الى مكانات كذا وكذا احتمال يصير تاثير بها. نعم. يعني مخلين الناس مثلا يعني داخل المستشفى ناس تتعرض الحوادث يعني هالموضوع هذا فمال الحاله طارئه يعني مو مال انه تنتقل لفلان وكذا ما يصير يعني. اي حاسبه المدير شنو؟ حاسبه المدير هذه احنا ما كملنا. حاسبه المدير على نافذه رقم 10 احنا ما كملنا وصار سؤال للمواطن احد المواطنين. نعم. المواطن من يكمل بعد التدقيق الامني والحجز الالكتروني بالاستعلامات. نعم. يجي يدخل بالقاعه بعد راح يشوف الرقم ماله امامه بالشاشه بعد اكمال الاستنساخات مالته يعني انه ضابط التدقيق كمل الاجراء التدقيق من عنده يحوله المن الى القطع الالكتروني. نعم. اي تستقطع مال فيزا كارت من عندها مال الفلوس مالته للشباك رقم 1 بعدها يتحول الى حاسبه المدير. حاسبه المدير النقله الاخيره للطباعه. بعد هناك يكون التدقيق الاخير حاسبه المدير يكون اخاف مثلا عابره معلومات خطا او بال 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 بالاجراء مال الضابط مثلا حرف صاعد نازل كذا تكون الفلترة الأخيرة في حاسبة المدير. حاسبة المدير حول الطباعة بعد مباشرة بعد حاسبة المدير
يحوله يروح للطباعة. هذا واجب حاسبة المدير. لا حاسبة المدير انه هذا القطع الالكتروني مال الحسابات. اي تفضل. الالكتروني. اي حسابات. السلام عليكم. السلام. شلون صحه؟ الحمد لله. اخبارك؟ فدوي قلبك استاذ العزيز. النهايه الاخيره لو شنو؟ هاي قبل الاخيره استاذ. اول مره يبدي التصوير. نعم. بعدين ورا التصوير يجي حسابات. نعم. ورا الحسابات ندزه حاسبة الترحيل للطباعه. نعم. ورا يستلم الجواز. اربع مراحل. والله ان شاء الله بالزايد يستلم نص ساعه ثلث ساعه بالزايد يعني يستلم. لان هو ما عندنا ماكو لود لان الشبابيك ما شاء الله كل حاله تصوير تعرف تدقيق بيانات هي سبب مو تاخير بس هذا تدري لاتيني انجليزي فالمواطن اللي يقعد لازم يدقق حقه جواز راح ينطبع فالتاخير يصير بس بالتدقيق اما باقي المراحل لا سهوله عندنا خاصة الطباعة ثلاث طابعات عندنا يعني بس بالتدقيق شوية يصير تأخير السبب مو من لا مو تدقيق هاي هذا محكم لأن تدري لاتيني وأكو هاي أمور بي يعني فلازم يدقق اسم الأم أكو اختلاف سابقا أكو اختلاف بين البطاقة الموحدة فهيك يصير عندنا بس بالخانة والخانة خمس دقائق بالزايد تخلص وراء بعد الإجراء روتيني يعني يمشي بسهولة هسه احنا ما عندنا بس ثلاثة دقيقتين يترحل على 10 شكرا لك على فدوي قلبك فرصة سعيدة حبيب قلبي شرفنا بيك يا قلبي اليس احنا ندخل لقاعة التوزيع قاعة التوزيع وقاعة الطبع هي التوزيع والطبع توزيع والطبع في مكان واحد احنا اليوم انا ما صار سؤال يعني احنا اليوم مستلمين قائمة بخمسمية وسبعة وثمانين مواطن فاحنا الخمسمية وسبعة وثمانين مواطن صراحة مقسمة إلى شفتين شفت صباحي وشفت مسائي نعم. الشفت الصباحي يبدأ من الساعة 800 ينتهي الساعة 1500 الشفت المسائي يبدأ من 1500 ينتهي للساعة 2200 للساعة 10 بالليل نعم. فدوامنا الحمد لله والشكر يعني ما راح يبقى ولا مواطن باقين من 8 الصبح حتى أنا ما أحكي بالساعة العسكرية من 8 الصبح إلى الساعة 10 بالليل احنا متواجدين هنا بالعشرة وبالتسعة لا بالعشرة أنا يعني سمعت إنه بالتسعة خلاص. لا نوبات يعني الساعة 8 تخلص بس نحن نبقى قاعدين خاف حالة طارئة أحد يجي متأخر يعني. بيكم البركة. إن شاء الله يحفظكم يا سلام. يا سلام يا مرحبا. الله يحفظك الله يديمكم. أريد أسأل بعض من الشباب اللي موجودين هنا خلينا نشوف هنا علي دقيقة دير بالك السلام عليكم. شلونكم؟ شو اخبارك؟ شلونك؟ تفضل. شو قوة تحكي؟ شبيك؟ بنو. انت شو قوة تحكي؟ ها مدام تحكي. شلونك؟ بدا اسمع عمليات. شلونك؟ الحمد لله. ان شاء الله زين ها عندك السمع زين. صار لك ايش قد هنا تقريبا؟ صار لي؟ ايه؟ ربع ساعة. ربع ساعة. تاخذ الجواز الالكتروني. ما طولت؟ ما عندك أي مشكلة؟ أي مشكلة ما عندك؟ شكرا لك. عيوني. طبعا مشاهدينا الكرام احنا بعدنا مستمرين وياكم سيدي احنا نريد نشوف الناس لازم التوزيع ايه احسن لك انطبع التوزيع حتى تكتمل الصورة عندك كاملة خلي تكمل هنا بس احنا انا ادري بكتتي تروح على المواطنين متجمعين هذول وجبة هسه اجت تقريبا نعم يعني قبل 10 دقائق ربع ساعه نعم. فقاعد ينتظرون الوصولات حتى ينتقلون لقاعه التدقيق بس انت حتى تكتمل عندك كل المعلومات والصور انتقل القاعة وبعدين انت تفضل جنابك اهلا وسهلا بك طبعا هسه مشاهدينا الكرام احنا راح ندخل الى القاعه لطبع الجواز الالكتروني وتسليم الجواز تفضل سيدي هنا مشاهدين الكرام اللي هو الاستلام اللي حيكون إلى الجواز الإلكتروني وهناك هي الطباعة ندخل هسه تفضل سيدي طبعا مشاهدين الكرام السلام عليكم شلون صحة شو أخبارك شلون أمورك مرحبا السيد العميد هنا هو تسليم الجوازات منا زين التسليم قبل لو اكو اجراء يلا تعطي الجواز طبعا اكو اجراء اكو البصمه الالكترونيه اللي بصمها المواطن نعم. داخل القاعه
ناخذ بصمات العشرة طبعا. نعم. نجي هنا وبصمة العينين، نجي هنا نطابق البصمات ونسلم الجواز. هو هذا الإجراء يعني لازم ما يستغرق يعني دقيقة واحدة أو لازم البصمات طبعا لازم، لأن إذا ما يبصم المواطن هنا راح يبقى الجواز معلق وما يقدر يسافر به، فلا يسحول يغلق. أي طبعا تغلق الحالة بهاي الحاسبة، هي حاسبة التسليم، وتنتهي العملية، يسلم المواطن جوازه ويقدر يسافر به. طباعة الجواز تستغرق دقيقة ونص. طباعة دقيقة؟ دقيقة ونص إلى دقيقتين. أي طبعا نعم. والاستلام؟ والاستلام دقيقة، ثلاث دقائق ونص. يعني خلينا نقول خمس دقائق. خمس دقائق كلها مستلم جواز المواطن ورايح لبيته. ما شاء الله. أي. ما شاء الله. الحمد لله. الله يسلمك. أهلا وسهلا. تفضل. هنا راح نطب إلى غرفة طبع الجواز الإلكتروني. سيدي هنا هي هذا الجهاز. أي. هذا. هاي الطابعة هو حتى يشرح عليها. طبعا النظام الإلكتروني الجديد عندنا هاي الطابعات الإلكترونية الجديدة. نعم. هي تعمل بنظام الليزري، نظام الطباعة الليزرية CNC. نعم. اي تجي بعد ما المعاملة تخلص داخل القاعة تروح للمعالجة المركزية في مديرة الجوازات العامة اللي بالعامة بالكرادة، مو حتى المواطن يعرف الآلية. فتروح للمعالجة المركزية تتعالج مركزيا خلال دقائق، طبعا ما يستغرق الموضوع دقائق، يعالجوها الضباط هناك، تجينا المعاملة إلكترونيا نطبعها. العملية ما تستغرق دقيقة ونص إلى دقيقتين، يطلع الجواز كامل وجاهز. هنا يسلمون مجموعة مجموعة؟ اي مجموعة مجموعة، نطبع مثلا ثلاثة أربعة ونسلم هنا، لأن موضوع التسليم قريب علينا، فنقدر مثلا يطلع جواز جوازين او ثلاثه او عشر جوازات سوى ونسلمهم للمواطن، وما يتاخر المواطن اكثر من خمس دقائق. شنو المشاكل؟ اكو مشاكل تعانون من عندها هنا حاليا؟ والله تعرف انت هي منظومه جديده، يعني المواطن لازم يعرف هذا الشيء انه هي منظومه جديده بعدنا في بدايتها، فاكيد اكو مشاكل واكو معوقات تصير. شنو المشاكل اللي دائما نعرفها؟ هي موضوع الانترنت. موضوع الانترنت واكيد يعني تصير، يعني تصير معوقات مرات بسيطه، لكن يعني بجهود المهندسين الموجودين بالقسم الفني بقسم تكنولوجيا المعلومات بالعامة والشركة المنفذة أيضا يعني حقيقة ملتزمين وماشي الأمور الحمد لله، أي معوقات قاعد يحلوها بشكل سريع وتمشي الأمور. الله يسلمك. هو هذا الجواز مطبوع؟ هذا الجواز لا مو مطبوع، حس أنا سوف أشوفك جواز. مرات تصير عندنا يعني خروقات، يعني تصير مشاكل بسيطة. مثل شنو المشاكل؟ يعني يصير مثلا نقدر نقول الصوره تكون مو واضحه، احنا لازم ملتزمين التزام مع المواطن انه المواطن لازم يستلم جواز الجوده مالته عاليه جدا، فنحاول احنا نسلم المواطن جواز بجوده عاليه، فنعيد طباعه الجواز مره ثانيه الى حد ما يطلع الجواز بشكل مضبوط 100%. سليم. اي سليم. يعني مو دائما تتكرر الحاله هذه، يعني خلينا نقول نادرا، يعني خلص تصير باليوم فد مره مرتين، يعني هيك بتجاوز ان شاء الله ما تصير ان شاء الله بالمستقبل. يعني مثل ما تفضل يعني استاذ الله يحفظك، جهود العفو الشباب الموجودين هنا بكم البركه ان شاء الله. يعني بصراحه انا شفت دائره الجوازات نظام ترتيب تنظيم قاعات المكيفه، يعني اول شيء هي بجهود وزارة الداخلية ووزير الداخلية المحترم عبد الأمير الشمري وقسم الإعلام، واليوم مشكور دكتور سعد معان ومشكور اللواء خالد محنة عن كل هاي الجهود اللي قاعد تصير بدوائر الخدمية، وإحنا اليوم كدورنا كإعلام السلطة الرابعة أنه نوصل صورة للمواطن العراقي حتى يشوف بعينه. احنا اليوم ما نتبنى قضيه، دائما نقول احنا ما نتبنى قضيه، تشوفون بعينكم والمواطن هو يحكي، ونربط المواطن مع الجهات المختصه. الجهات المختصه طبعا بجهود استثنائيه وبمتابعه واشراف من معالي وزير الداخليه، يعني هاي صراحه الله فوق راسي، ويعني متابعه مو يعني مو كلش يعني يعني مو فد شيء هين، يعني المتابعه ليل ونهار، يعني الى ان حصلونا على الجواز الالكتروني هذا اللي احنا هسه قاعد نشتغل به، ويعني تبسطت الامور انه والمتابعه الميدانيه من قبل يعني اللواء الحقوقي نشهد ابراهيم الخفاجي المحترم، والمتابعه الميدانيه من قبل العميد ماجد مدير شؤون الجوازات، يعني صراحه بذلوا قصار جهدهم
إلى أن وصلوا الجواز إلى المرحلة اللي هسه إحنا حالياً يعني جانا جاهز مجهز زي. حتى أنا اللي قاعد أشتغل بالجواز. فالسؤال تفضل الجواز اليوم الإلكتروني ولا القديم؟ بصراحة. والله هذا يعني بصراحة أنا جواز يعني خلنا نحكيها بالعامية نقول يرفع الرأس يعني هذا جواز تقدر يعني هسه هذا الجواز افتح الجواز السويدي افتح الجواز الأمريكي هاي اللي الصفحة الأولى مالته اللي عظم عاجبيها علامات أمنية كلش قوية وجواز بي يعني بي 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 مميزات يعني ما موجودة يعني بكل يعني جواز من بس يعني الدول اللي الدول خلينا نقول انه الدول المتقدمه جدا فهذا جواز يعني يعني صراحه يسر ويفرح يعني نقدر نباهي به يعني دول برا نقول احنا جوازنا هذا جواز وهذا الجواز صوره خلي يشوف الاخ طبعا مشاهدينا الكرام هذا هو اصدار الجواز الالكتروني بكل المميزات العاليه مثل ما نشوف مشاهدينا الكرام وان شاء الله يعني مستمرين ومشكورين وزارة الداخلية المحترمين وكل منتسبيها شكر والاحترام لهم على هاي الجهود اليوم هو يبن يجي من ساعة خلينا نقول 7 أو 8 وباقي إلى حس ساعة 10 نقوم إحنا نعرف وينتهي الدوام نعرف قبل ساعة بثنتين بثلاثة ينتهي الدوام لكن باقين لحس ساعة 10 بالليل مو للتسعة لآخر شخص يطلع مننا وهم يطلعون من داخل الدائرة هاي أخبر حسين بعد ما الباحة بالعشرة ونص طبعا طلعنا من الكاميرات موجودة يعني تش حتى يجوز يباتون هنا لا لا يدلون والله يعني هم منو اللي راح يجي هنا يعني هم أهلنا أمنا وأخونا وأبونا واللي محتاجنا واللي إخواننا اللي موجودين خارج العراق فإحنا إن شاء الله بخدمتهم وهاي دوائرهم وإن شاء الله ما يشوفون بس الخير وأني يعني كشخص أي واحد من يعني من خلال قناتكم عنده مشكلة عنده شيء يجي مباشر عليه غرفتي مفتوحة أصلاً أنا ما قاعد بغرفتي يعني جيت وأنا يعني أفطر بالدائرة أي ما على شنو قاعد بيك البركة سيدي وأهلاً وسهلاً آخر مرحلة هنا آخر مرحلة طبعاً مشاهدين الكرام إحنا حنطلع حس برا خارج الدائرة لكن بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل تكت برنامجنا برنامج أصداء الشارع مثل ما تعرفون نحن اليوم دائرة جوازات الكاظمية لإصدار الجواز الإلكتروني سيدي بحنا بآخر مرحلة اللي هي دخلنا لها اللي هو استلام الجواز الجواز إيش قد يستغرق استلامه إحنا اللي نعرف 5 دقائق ولكن اللي شفناه غير شيء الطباعة 1.5 دقيقة خوش. واستلام نص دقيقة يعني دقيقتين وبس استلام يعني ما عنده شيء الطباعة يعني سريعة كل السريع يعني تحول من حاسبة المدير المعلومات قول راح تنقل للطابعة الطابعة الليزرية اللي شفتها أنت يعني طباعة ما تطول هي دقيقة ونص أي دقيقة زين شنو المشاكل اللي صادفكم هنا والله إحنا ما عندنا مشاكل قلت لك نوبات ينقطع النت الانترنت مباشرة نتصل لو بمدير عام لو نتصل بعميد ماجد مدير جوازات نعم. ما يعني دقائق يعني نوبات يتأخر تعرف بس مثلا صارت عندنا حالة الكيبل الضوء انضرب مرة يعني صارت حفريات انضرب هذا يطول لفت 3 ساعات 4 يعني الموضوع مو يمنا مو يم الجوازات نعم. قضية الاتصالات مو يم الجوازات نعم. إذا يصير خلل فني يعني قلت لك إحنا نتصل مباشرة مدير عام مدير عام رجع رأسنا يخابر عميد ماجد نخابر المراجع مالتنا يعني دقائق يعني يرجع يصير تعرف يصير تلكؤات بال يعني بالانترنت بالاتصالات يومهم مو يمنا الموضوع خارج قلت لك خارج نطاق عملنا اليوم كل دائرة احنا نلاحظ يقول لك أنا الكادر ماتي قليل فيناشدون بها المدير يناشد بها أو رسالة تكون من عنده إلى وزير الداخلية المحترم عبد الأمير الشمري أنت اليوم كادرك كافي لهم عندك قلة بالكوارث إحنا من فضل الله يعني أنا بالنسبة أحكي على نفسي وعلى دوائر الجوازات نعم. إحنا بين فترة وفترة يصير اجتماعات ويا السيد العام نطرح كل معوقاتنا أمام مدير عام ويسجلها وحدة وحدة ما شاء الله ما يعني ما أنا بالنسبة لي حاليا ما عندي لا نقص ولا أبد إذا يصير نقص تعرف أنت إحنا دوائر عسكرية هاي يعني إنه مثلا دورة يروح ضابط يروح نخابر قبل يعززوننا ما يعززونكم ما عندي هسه تشوف ما عندي فراغ أبد نهائيا يعني على التليفون
بس نخابر مدير عام وخابر مدير جوازات يعززون قبل. فما عندي انا بالاضافه قلت لك الاجتماعات الدوريه اللي تكون بالعامين السيد مدير عام، معوقات يعني شغلات الاحتياجات مالتنا نكتب لها المدير عام رجال عشان يوافق النبي زين او عميد او مدير جوازات عميد ماجد اي دائما رجال متابعنا ميدانيا يعني وياكم خطوه خابرنا اليوم من الصبح لهسه مخابرنا فد 20 مره شكو ماكو قلت له ماكو شيء اداره زينه مستقر زين. اضافه الى عندنا جهاز نداء النادي الصبح بمسمع يعني مسمع مدير عام ومدير نعم. الجوازات على مسمع نادي الصبح اكو زخم ماكو زخم نعم زين يعني ما اتصور عندنا معوقات يعني هاي الفتره اللي يعني هاي الفتره اللي استلم بها السيد العام نعم لو انا نشأت نعم. واللي جاي تقريبا يعني نقول خلصنا على كل المعوقات اي ما ظلت الرجال يعني ذاك يوم انا خفر الساعة ب 12 ونص بالليل قلت لهم هاي مال مسيارات قالوا هاي مدير عام طلع من الدائرة فرجال يعني احنا نبقى العشرة يبقى ال 12 عميد ماجد الرجال ما مقصر يخابرنا يتصل بنا رحيم من الوصل هذا منا طبعا هذا الوصل الالكتروني منا يطلع هاي ارقام والارقام موجودة شفتها قدامك امامك على الشاشة يعني هذا الاستعلامات الالكترونية الحديثة يعني صراحة وفرت لنا الكثير من التعب والمتابعة يعني مباشرة بس يقطع الوصل المواطن بس قلت لك تدقيق أمني الحجز تدقيق حجز إنه يشوفون حجز ماله موجود نوبات مواطن يحجز بالتليفون ومتأكد من حجز ماله ويطلع محاجز يعني هو ما مستقبل المرسل أو كذا فيكون تدقيق إنه ندقق إحنا يم الحاسبة حاسبة هاي الأمنية والحاسبة التدقيق خلينا نشوف الاثار السلام عليكم شلون صحه الله يسلمك حظك الله يحفظك صح ها لا ممكن ما يقبل نعم ها هنا اوكي تمام خلينا نشوف السيد العميد اي سيد العميد السلام عليكم شلون صحه شو اخبارك سيد العميد هنا نشوف اللي بصون عميد عدين معاون حياك الله بارك عمرك هلا استاذ بارك عمرك الوصل حسب السرعة الموجود داخل الدائرة الحجز قصدك الخارجي عندنا عدة أيام معينة يتم بها الحجز خلال فترة الأسبوع يعني ينفتح الحجز عندنا الخميس والجمعة والسبت والأحد خلال هاي الفترة يحجز المواطن على أي يوم هو يريده وبالوقت اللي هو يريده من خلالها يتم الحجز الكترونيا وثم يعني تجي له اشعار عن طريق الموبايل انه مراجعه دائره جوازات الكاظميه او المنصور او اي دائره في بغداد اي دائره في بغداد هو المعني او المواطن حاجز عليها يتم التقديم عليها يحجز عليها ومن ثم هو يجينا تلقائيا بعد ما ندقق المعلومات خلال الأسماء الموجودة تجينا يومياً من الشركة يتم التأكيد من عندها ومن ثم يتم التأكيد من المستمسكات يتم التدقيق الأمني عن طريق حاسبة الأجهزة الأمنية ومن ثم يدخل داخل الدائرة يكمل معاملة الإصدار الجواز موضوع اللي إذا شخص دقي له منع الجواز ماته وأكو إجراءات بالمطار يوقفوه إنه الجواز منع شلون يكون الإجراءات ماته وإلغاء المنع يتم التأكد من حاسبة المنع الموجودة داخل حاسبة منظومة الجوازات يتم إرسال بكتاب رسمي من قبل قسم الجوازات المعني إلى المديرية العامة للجوازات ومن ثم يراجع قسم المنع من بعدها يتأكد من الجهة اللي صادرة عليه المنع يجي أنه مو هو المقصود بجهة المنع ومن ثم بعد يرجع للعامة العامة مديرية الجوازات تخاطبنا بكتاب ومن ثم يتم إجراء رفع المنع عن طريق لانه مو هو الشخص المقصود بالمنع اذا هو دق له منع مثلا بدوله من الدول الاجنبيه او العربيه مثلا فرضا خلينا نضرب كمثل بتركيا ومن هناك دق له منع انه ما يدخل بعد تركيا هذه الاجراءات تخص الدوله المعنيه ما تخصنا احنا هنا فيما يخص فقط دوائر الدوله مجرد يجوز مطلوب للضريبه يجوز مطلوب للنزاهه يجوز مطلوب المركز شرطه معين هذا يصدر عليه القرار من قبل قرار قاضي مختص حصرا ومن قبل الجهات القضائيه فقط هذا الاجراء اللي احنا نتخذه ويا المواطن
نعم. اما فيما يخص السفارات والدول الاخرى هذا اجراء ما يخصنا. اكو مشاكل تعانون من عندها هنا لو باداره الجوازات او اكو فد شيء تحبون توصلوه الى معالي وزير الداخليه؟ والله بصراحه يعني بالمجهود الموجود من قبل السيد يعني مدير الجوازات، معاون مدير الجوازات العام، والسيد مدير العام المحترم اللي هو نشأت، كذلك المتابعه المستمره من قبل السيد المعالي، اي صعوبات ما عندنا والحمد لله وشكر، يعني التفتيش موجود، الاجراءات موجوده، المتابعه من قبل الساده المسؤولين موجوده، الحمد لله ما عندنا اي مشكله، فقط يعني نطلب من المواطن فقط المحافظه على المستمسك، يعني لانه هذا المستمسك يعني هو وثيقه رسميه يقدر يراجع بها الدوله، فاللي نطلبه من المواطن فقط المحافظه على المستمسك اثناء مراجعته واثناء تعامله وبقيه دوائر الدوله. هنا الحاسب شنو التدقيق؟ هذه حاسبه التدقيق اللي يكون الحجز بها من قبل المواطن، ندقق اسمه انه الحجز مات خلال هذا اليوم فقط او خلال الايام السابقه. من بعدها يتم التدقيق من عندي على المستمسكات لغرض ربط الصلة أو لا سمح الله في حالة وجود مستمسك مزور أو مستمسك خلينا نقول يعني مستهلك، ومن ثم يدخل داخل الدائرة بعد التأكد من حاسبة الأمنية. حياك الله، بارك الله يا ميتل، هلا وسهلا. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما شفنا أنه هنا آخر شيء جينا إلى الاستعلامات إنه يقصون الوصل مننا وأكو سرة إلى بعدين يجينا أكو تدقيق وإجراءات بداخل الاستعلامات بعدها يدخل إلى الدائرة وتكون الإجراءات روتينية سهلة ما بها أي صعوبة، ومدير الدائرة دي يفتر حتى إذا كانت أكو مشكلة وهي مشكلة لاحظناها إنه مشكلة الإنترنت مو مشكلة دائرة، هاي الاتصالات وزارة الاتصالات، هاي مو مشكلة دائرة الجوازات، ما راح يقدر يحلها، هو يعطي بها علم أو يعطي يدز بها كتاب والإجراءات تمشي طبيعية، يجوز ينقطع الإنترنت ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، الموضوع ما يكون بداخل الجوازات، فدائما أقول أني لا أحد يذب اللوم إلى أي وزارة، أكو مرات إذا كان شخص مسيء لا يعم على الكل. لا يعم على الكل. اليوم اكو لجنه مفتشيه، اكو مدير الدائره يروح عليه ويقول له شنو المشكله اللي عالم عندها. احنا رغم كعراقيين نعرف احنا نتعب من نروح الى وزارات الدوله، لكن وزاره عن وزاره تفرق. احنا نتمنى من كل الوزارات تكون الكترونيه حتى المواطن يرتاح، انا ما اضل شايل فايل واودي الفايل، ضاعت بطاقه السكن وراح بطاقه السكن، اشيل هاي الورقه من البطاقه التموينيه وتلفت البطاقه التموينيه او انغسلت وراحت، خلي تكون كلها الكترونيه حتى المواطن يرتاح من هذا الموضوع، وان شاء الله من قبل رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني ووزير الداخليه المحترم عبد الامير الشمري انه تحل كل هاي الامور بالوزارات ودوائر الدوله، لان المواطن إن اليوم تعب والعراقي تعب، صرنا 22 سنه احنا نعاني ما نعاني، فنتمنى انه كافي، خلي نعيش بسلام، خلي نعيش برفاهيه، خلي المواطن العراقي يرتاح. مو بس هاي اليوم، انا اليوم اريد اقول رساله، موضوع البدل او البديل اليوم يعني من قبل وزاره الداخليه او الاتحاديه او الدفاع، زين اللي كل 30 يوم 17 يوم ينزل لبيته، هلا هلا هاي رساله طبعا دائما يقولوا لي اياها اذا كانت من قبل منتسب وزاره الداخليه او الاتحاديه او الدفاع، انه هذول اعتبرهم ولدك، احتضنهم وهم وياك ان شاء الله، خلي يكون بديل والنزول شوي، يعني 17 يوم شهر نازل البيت لا شايف اولاده لا شايف مرته لا شايف عائلته، شي يصير بي هسه على عيني وعلى راسي العراق ويخدم البلد، بس هو هم خطيه هم تعب عليه هم لود عليه، فاني اليوم هاي رساله الى وزير الداخليه المحترم ورئيس الوزراء محمد الشاع السوداني. رسالتك الاخيره عميد جاسم فرج شبي عبر قناتنا برنامج 16. اهلا وسهلا بكم مره اخرى، ونهيب بالمواطنين الانتباه والاستماع الى المسؤولين داخل الدوائر، عدم
سماع كلمات اللي بالخارج اللي موجودة مباشرة عن المدير. تعال أبواب المدراء كلها مفتوحة من مدير عام إلى إحنا أصغر شيء مدراء الأقسام، إحنا موجودين خدمة المواطن. لا تسمع الناس اللي برا موجودين، إحنا هنا أي احتياج أي موضوع أي 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 معاق أي عرقلة بمواضيع إحنا أبوابنا مفتوحة وأهلا وسهلا بكم. الله يبارك فيك. شكرا سيدي العزيز والله يحفظكم. حياتي لك. مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا اليوم وياكم برنامجنا برنامج إصداء الشارع، ونقلنا اليوم إذا إن شاء الله ماكو معاناة الحمد لله وشكر بدائرتين، دائرة نفوس الكاظمية وجوازات الكاظمية. الحمد لله وشكر الإجراءات جيدة، وشفتوا إنه اليوم أكو في الشغلة عجبتني، كان قبل البطاقة الموحدة شهر شهرين ثلاثة لتستلمها، هسه بثلاث أيام تروح تستلمها البطاقة الموحدة بثلاث أيام، كافي يومية حاكين على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وكذا وكذا، أكو وزارات بالله ينحكي عليها وأنا وياكم بيها، لكن أنا اليوم أنقل الحقيقة. شكرا إلى المصور علي الحسني، وأنكم تقديم خطاب القصاب، وأقولكم في أمان الله.